بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نتحدث عن تليجرام شات بوت، أي كيف نستخدم الشات بوت أو الردود الآلية من خلال البايثون في محادثات التليجرام باستخدام الشات بوت. قبل البدء في كتابة الكود بنضغط نافذة تيرمينال وبنثبت المكتبة التالية، بنكتب pip install python-telegram-bot ونضغط مفتاح الإدخال انتر، بيقوم بتثبيت المكتبة. لكن هنا أعطاني رسالة requirement already satisfied، أي أن هذا المطلوب تم استيفاؤه، أي تم تثبيته، لأن أنا سبق واستخدمت هذه المكتبة وثبتها من قبل. بعد تثبيت هذه المكتبة بتضغط هنا جديد على اسم البروجيكت الفولدر هنا، كليك يمين وتختار نيو واختار بايثون فايل، واكتب اسم ملف مثلا responses وتضغط مفتاح الإدخال. وهنا بنكتب دالة مثلا def res، نفتح brackets ونكتب هنا t، يعني هاخد باراميتر t اللي هو التكست اللي هيكتبه المستخدم. افتح هنا متغير user message تساوي، حولها ل string سلسلة نصية، نفتح brackets وناخد الباراميتر t وبعدها نحولها لحروف small، فبنستخدم الدالة lower او الميثود lower لكي يحول الكلمات أو الرسائل التي يرسلها اليوزر إلى lower case إلى حروف صغيرة. إذا وجدت اليوزر ميسج واللي أنا اختصرتها بUM، إن لو لقيتها في المجموعة التالية، يعني مثلا لو لقيت كلمة هاي أو كلمة هيلو أو سواء هاي أو هيلو، في الحالة دي كله وبنكتب هنا return عد له بالقيمة التالية، نكتب له مثلا hey، وعلى بالتعجب مثلا how is it going question mark. ده الرد اللي أنا هكتبه له لو كتب لي العبارة دي على سبيل المثال. إن حبيت تكتب عبارات أكتر ممكن تنسخ الجملة دي وتكتب عبارة تانية، يعني مثلا أنا عايز رد آلي، مثلا لو هو كتب لي مثلا Who are you؟ من أنت؟ من أنت؟ أو كتب لي Who؟ أو كتب لي Who are you؟ بدون question mark. ففي الحالة دي أرد عليه مثلا الرد، أقول له I am ماجد بوت، وبعد كده انسخ الردود واكتب الردود اللي حضرتك عايزها. بعد كده هنكتب رد لو مش موجود في المجموعات اللي انا كتبتها، فاكتب هنا return بين single quotation I don't know، بنكتب عبارة هنا I don't know ان وجد كلمة ليست موجودة من ضمن المجموعات التي سيبحث عنها في ملف responses، واحفظ ملف responses وأذهب إلى ملف المين واكتب الكود التالي. بنكتب في السطر الأول from telegram.ext import asterisk، يعني استولي جميع المكتبات الموجودة في التليجرام اللي أنا سبق نزلته وثبته من نافذة terminal. بعد كده import responses as are، يعني استورد لي ملف responses اللي أنا سبق حفظته الآن، استورده بالياس نيم باسم هنا R. بعد كده print bot started، اطبع لي عبارة إن تم تشغيل البوت. بعد كده def عرف هنا function start، فباخد هنا الأبديت، يعني التكست اللي حيجيلي إن شاء الله من التليجرام، وهاخده أقول هنا update.message.reply تكست، يعني خد من الابديت ده المعامل البارامتر ابديت، خد منه المسج المكتوبه وريبلاي تكست ورد برساله تايب سامثينج تو جيت ستارتد،
ده في حالة لو هو بدأ يضغط على start أو يديني command start. بعد كده هنقول له دالة جديدة def help. لو كتب command help يبقى هنديه هنا رسالة نقول له update message reply underscore text if you need help مثلا use google أو ممكن نحوله إلى link ممكن نحوله إلى لينك آخر يعرف منه كيف تتم المساعدة لو احتاج مساعدة. نعرف دالة جديدة مثلا def handle message، والدالة دي مهمة لو كنت عايز تعالج المسج اللي هو كاتبها، يعني تدي رد آلي على أي رسالة بيكتبها اليوزر. فبنكتب هنا print update.message.text فاطبع ليا المسج وأنا بطبع هنا في شاشة المحرر علشان أشوف الرسالة اللي هو كاتبها كعملية اختبارية فقط هنا، لكن هنا بحول التكست اللي هيجي فبستخدم أفتح متغير اسمه تكست string update message.text وحول هذا التكست إلى lower يعني حروف صغيرة، يعني مثلا لو عندي حرف كابيتال اجعل جميع الحروف كلها lower صغيرة واحتفظ بها في المتغير تكست. بكتب response بفتح متغير اسمه response وباخد هنا الملف responses اللي انا خدته، بس انا خدته هنا باسم alias هنا باسم مستعار اسمه r اللي هي r capital dot res. هات منها res، res اللي هي الفانكشن اللي انا كونتها هنا اللي هي اسمها res. ارجع تاني وهنا حول التكست اللي حصلت عليه من الابديت message dot text حوله الى المتغير تكست، والمتغير تكست هياخده ويضعه هنا في التكست فيضعه في الريسبونس. بعد كده هقول له update.message reply يعني رد بالتكست الآتي للريسبونس اللي موجود عندك، يعني هيروح للريسبونس يشوف التكست اللي هينكتب هو ايه هياخده ويشوف التكست في اي مجموعة من دول والرد عليه. يعني مثلا لو كتب لي هاي فهيجده في المجموعة الاولى فهيرد عليا hey how is going. لو كتب لي who are you او who are you فهيكتب له I am Majid Pot. لو كتب اي عبارة تانية هيرد عليه بالعبارة اللي تحت. بعد كده def error update هنا context بتاخد طبعا two parameters، فبقول هنا print اطبع لي format update هنا وcaused error واحدث خطأ مثلا وهات لي الكونتكست اللي عندك والايرور اللي حصلت عليه واطبعه. بعد كده هنا بعرف دالة رئيسية اقول له def mean خد عندك ال updater المتغير updater بيساوي updater وهنضع هنا الـ access token اللي هجيبه من الشات بوت الوقتي. وبعد كده use context بيساوي true استخدم الكونتكست. بعد كده هنا استخدم الـ dispatcher فبكتب db افتح متغير اسمه db updater.dispatcher. بعد كده بقول db.addHandler ضيف لي معالج command handler start يعني لو ضغط على start او كتب كلمة start يبدأ الشات بوت، فاستخدم هنا الدالة start بيطلع للدالة start ويكتب له عبارة type something to get started، يعني لما يكتب slash start اللي هي لونها ازرق دي يعني ابدأ مع الستارت او يضغط كليك على start هيديه الرسالة دي. بعد كده هعمل تاني اضف handler db dot add handler command handler ايضا ده معالج لامر help، يعني لو كتب ليها slash help او help او ضغط على help اللي بلونها ازرق يبقى هيروح يستدعي الدالة help ويكتب له if you need help مثلا use google او ممكن احوله الى link اخر لتقديم المساعدة. بعد كده db dot handler اضف لي هنا handler معالج messenger handler معالج المسج الرسالة استخدم filters dot text handle message يعني استخدم هنا الفلترز دوت تكست هات لي نص رساله وادخل واستدعي بها الهاندل مسج اللي هي عندي هنا، فبياخد الهاندل مسج هنا بيضع هنا في الابديت مسج وبنعرف من خلالها هو كتب ايه وبيروح لملف ريسبونسز وبيرد عليه على حسب المجموعات الموجوده هنا. بعد كده دي بي دوت اد ايرور ضيف لي هنا ايرور هاندل هاندلر هنا بعمل معالج الخطأ فبستدعي هنا اعمل كولينج للفانكشن الخاصة بالايرور. بعد كده
updater dot start polling ابدأ هنا في عملية البولينج سحب القيم اللي موجودة عندك في القيم اللي هي موجودة عندي في الشات. بعد كده updater dot idle يعني لو تركت هنا الشات بدون فترة عمل فأتركه هنا idle معطل هنا. بعد كده استدعي الدالة مين وأروح للتليجرام أجيب منه الأكسس توكن. فعلشان أجيب الأكسس توكن فأكتب هنا put father. بيظهر لي البوت فاذر. أضغط هنا start وعايز أعمل new put فبضغط هنا new put. فقال لي أكتب هنا الاسم فبكتب مثلا الاسم هنا يعني ماجد tutorial. قبل هنا الاسم ماجد tutorial. قال لي good now الآن let's choose a username. اختار يوزر نيم واليوزر نيم ده يجب ان هو ينتهي بثلاث احرف بوت. فاكتب مثلا ماجد tutorial اي اسم بس يكون الاسم ده فريد شويه وكل ولازم يكون في اخره كلمه بوت زي ما انا كتبت دلوقتي بوت. واضغط مفتاح الادخال. قبل الاسم هنا واداني هنا الاكسس توكن. لو لم يقبل الاسم حاول اسم تاني بحيث الاسم ده يكون يونيك فريد على التليجرام. باخد هنا هنا الاكسس توكن ده اهم شيء باخده واعمل كليك يمين وكوبي سيلكت التكست بختار ده واذهب تاني للكود وبضع الاكسس توكن هنا. اعمل لصق هنا اشغل الاول كليك ران. قال لي هنا بوت ستارتد تم تشغيل البوت اداني رساله بوت ستارتد. بعد كده اذهب للبوت واروح لماجد توتوريال بوت. اضغط هنا فتح لي ماجد توتوريال بوت. اضغط ستارت هنا قال لي type something to get started. طبعا هو نفذ العبارة اللي انا كتبتها هنا. قلت له لو عند الستارت update message reply text type something to get started. طيب لو كتبت help نرجع تاني افرض ان انا كتبت help سلاج help انا عايز مساعدة فكتبها هنا باللون الازرق فاداني هنا if you need help use google. طبعا هو نفذ العبارة اللي هي def help استدعى هنا الكوماند هاندلر help وقال له اذهب لهيلب. ده في حالة ان هو كتب لي سلاج هيلب. اما لو كتب سلاج start فاستدعي لي دالة start. لو كتب سلاج هيلب استدعي لي دالة help. نيجي بقى للمحادثات التانية يعني مثلا انا هكتب كلمة هاي. الهاي ليست كوماند هاندلر ولكن دي مسج هاندلر عادية هيستخدم مع الفلتر. يبقى اذهب تاني واكتب مثلا كلمة هاي. قال لي hey how is it going. طبعا لما كتبت هاي حولها هنا ليست كوماند هاندلر كما قلت ولكن دي مسج هاندلر استدعى منها الهاندل مسج. ذهب هنا الهاندل مسج راح هنا مستدعي الملف ريسبونس ملف ريسبونس ووجد هنا كلمة هاي في المجموعة الأولى وعاد لي بهي هاو از ات جوينج. طيب تعالوا نحاول نكتب له هو ار يو او هو او هو ار يو. نذهب للتليجرام واكتب مثلا هو يعني انا حضرتك من. قال لي اي ام ماجد بوت. طبعا هنا ذهب الى المسج هاندلر واستدعى هاندل مسج. يذهب للهاندل مسج استدعى ملف الار يستدعي ملف الار وجد هنا كلمه هو موضوع هنا فرد اي ام ماجد بوت. طب تعالوا نحاول نكتب كلمه ليست موجوده من ضمن هذه المجموعات. بفتح الثاني واكتب مثلا كلمه يور work hours ساعات العمل بتاعتك ايه. طبعا انا ما كتبتهاش. قال لي I don't know. لو انا عايز اكتبها عايز ارد مثلا ساعات العمل بتاعتي كذا او انا الافرع بتاعتي في المحافظات كذا او الايميلات بتاعتي كذا فبضيفها هنا في ملف responses ودي حاجة ترجع لك بقى ممكن تغير من هنا الشات الالي عندك على حسب الردود اللي هتعملها للمتجر الالي أو للمنتدى أو إن كنت بتشتغل في أغراض تسويقية وعايز تعمل ردود آلية
طبعا الردود الآلية ما زال فيها حاجات كتير، بس أنا النهاردة بوضح لك كيف تنتقي كلمات وتصنع عليها ردود آلية بشكل مبدئي، لكن فيما بعد هنعرف إزاي نوجه له مثلا لينكات ومواقع أخرى. ما زال هناك أمور كثيرة في الشات الآلي من خلال البايثون والتليجرام. دي كانت مجرد بس حلقة توضيحية باستخدام الشات بوت في البايثون وعمل شات آلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.